وسام قطب يترك كوكب الأرض. عناسة تركه وراي عناسة. تتخوت أنت صح؟ لا عناسة تركه وراي عناسة. وهالشي حيصير من خلال أغنية وسام قطب الجديدة Brainstorm. آسف اتهورت بس تربيت أنا عن نقص عم بصير اللي كنت أكره وأتعامل بالفنس فيز وبتعدي وهي عم بتعلم أتناسة نفسي أبعد عن الكوكب وعيش على القمر عناسة. أغنية Brainstorm خطرت في بالي للأمانة ما كنت ناوي أنزلها، يعني أنا كنت عم بكتب الأفكار اللي عم تخطر في بالي فاتح النوت وكل يومين ثلاث بزيد 4 bars 6 bars 8 bars وعلى مدى شهر انكتبت معي سمعتها للشباب حلف ويمين تتسجل وصرنا هون ويعني مبسوط. طلعوني بزرع فرصة أو بفوت وانتم عارفين وراي 6 سيارة شرطة مركب في الصاروخ بتفادر صاص زي ترمينيتر بقلع في الصاروخ بطل الشباك عصي ليتر. وبحضور الموزع ناصر البشير تم تسجيل هالأغنية اللي حتكون من ضمن ألبوم أطلق عليه وساب اسم ليفلز او مراحل. كل اغنية فيه بتحكي عن مرحلة معينة كانت في حياتي وبدي احاول اعبر عن هذيك المرحلة قد ما عن جد كنت حاسس فيها وحيكونوا ما بعرف اذا بقدر احكي بس 8 اغاني. يعني باختصار هالالبوم رح يعكس حياة وسام المليئة بالمغامرات. معدل الثلاث نط معي ها 1 2 3 لا هاي كيف هاي جديد السفر عبر الزمن. فوسام قبل ما يصير صانع محتوى وينعرف بأعماله الإبداعية اللي حققت نجاح كبير في الساحة الكوميدية قطع بمراحل كثيرة، مش مرحلة واحدة معينة، أكثر من مرحلة مربوطة في أنه عدم الاستسلام، يعني هذول أكثر مراحل اللي أنا بحبهم مش المراحل اللي إجت بعد المراحل اللي قبل. وأجدد هالمراحل كانت نقلته على بيت جديد. إذا بدكم أعمل لكم جولة في بيتي وأنا كان كريستيانو ما هي 3 غرف وصالة. الحياة تغيرت زي ما حكيت لك ويعني حكيتها أنا عندي على اليوتيوب إنه الحياة عبارة عن محطات بالنسبة لي ولما تخلص المحطة هاي وأنت متأكد إنه خلصت المحطة هاي لازم تنتقل على القطار اللي بعده عشان تروح على المحطة اللي بعديها، يعني القطار اللي أنا فيه هذا حيخلص في يوم من الأيام وحروح على المرحلة اللي بعديها. فخلونا نطلع مع بعض عشان نوصل لهناك هيا بنا. أما عن عيوب السكن لحاله فهذا كان رأي وسام. صراحة مش شايف في عيوب إلى الآن، يعني هو زهق أحيانا لما بكون قاعد لحالي بزهق بس الزهق بيولد عندي كرياتيفيتي فبصير أكتب زي Brainstorm هاي طلعت قاعدة زهق. وبهيك بيكون نفى وسام أي إشاعة عن احتمالية ارتباطه. لا لا سكنت لحالي مالوش دخل إنه أنا لقيت بنت الحلال. أنا أعزب ولفترة طويلة. أنا حيصير عمري 26 شو أموت أعزب؟ أموت سنجل؟ شو تموت أعزب؟ أنت بتموت فيها ولك أنت اللي فاهمني ولا اللي بحب. يعني باختصار هالخطوة ما كانت تمهيد ولا حتى مؤشر لأنه لقى بنت الحلال واللي خبرنا أكثر عن مواصفاتها. مواصفاتها تات أحلامي كل المواصفات اللي أنا يعني بحبها كلها عقلية، فما في يعني أوكي بحب الشعر الكيرلي والسمار بس ما بغويني قد ما بحب العقل، بحب الدماغ والتفكير والثوت بروسيس، يعني بنجذب لهذيك القصص أكثر من فما في يعني المواصفات داخلية.